مركز التعليم المكثف للغات بجامعة قصد مرباح ورقلة هو هيئة بيداغوجية تعليمية للغات يفتح أبوابه للمتمدرسين ولكل الراغبين في تعلم اللغات الأجنبية من جميع الفئات، طلبة جامعيين، أساتذة، موظفين، كل شخص يرغب في تعلم لغة أجنبية، حيث يقدم المركز تعليمه كل سنة من خلال دورتين بحجم ساعي يقدر بثلاثين ساعة لكل دورة، أي ما يوازي 60 ساعة لكل مستوى. المركز فتح أبوابه خلال السنة الجامعية 2017-2018 حيث قدم تعليماً في لغتين فقط، الإنجليزية والفرنسية. وفي سنة 2019-2020 توسعت دائرة تعلم اللغات الأجنبية بالمركز، حيث أدرجت اللغة الألمانية واللغة الإسبانية واللغة الإيطالية واللغة الروسية بالإضافة إلى الترجمة. يعتمد مركز التعليم المكثف للغات بالنسبة للمراجع البيداغوجية الخاصة بالتدريس على منهجية التكوين الخاص بالإطار المرجعي الأوروبي المشترك سيركل، والذي يحدد في كل المستويات 60 ساعة لكل مستوى A1 A2 B1 B2 C1 C2. ولتنفيذ كل هذه المهام والبرامج والتركيز على مستوى تعليمي جيد، سخر المركز وسائل بيداغوجية وإمكانيات تكنولوجية جيدة، حيث جهزت مخابر المركز بأحدث التقنيات التعليمية، الوسائل السمعية البصرية، الصبورات التفاعلية، وهذا بأيادي أساتذة مكونين ذوي كفاءات وخبرات في تعليم اللغات الأجنبية، حيث توضع تحت تصرف الطلبة المنخرطين في جميع الدورات التعليمية لكل المستويات.